بصراحة عدى عليا بياض بتاع المنصورة ده زي حنان شوقي، أكسجين الصيدلية زي ندى بسيوني، بس ألوان الفلوماستر دي تريز أوريجينال. شفتي أنا أوريجينال أصلي. هي ماما من سان بطرس برج ولا منين؟ لا أمي صربية، حلوين هناك أصلهم أوي 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 أوي. هي دي الحاجة؟ دي الحاجة. دي صوفيا لوري، شكلها عاقلة ورزينة. مش عاقلة خالص. فالجنان ده جاي من صربيا. هي بتعمل ايه ماما؟ مامي دلوقتي ولا حاجة، بس هي كانت باليرينا زي حنان ترك. وبابا بردك كان مزموس خالص قوي، مخلت هو بردك حلاوتك. امه من جزيرة كريت، وابو اليونان. في اليونان. وابوه نص تركي نص من قوقاز اللي هم جورجيا. اتاريه هو السو بروجريسيف. جورجيا دي اصلها مشهوره بالرقص. ايوه طب. وكان متفتح برضه في تربيته يا شيكا، ولا العصايه اللي كان بيرقص بيها على المسرح كان بيلسوعكوا بيها؟ لا كان متفتح، كان لذيذ قوي يا حياتي. وكان بيرقص بقى في البيت ويتنتت وكده؟ ما كانش بيرقص، بس كان وانا صغيره كان بيعلمنا جيمناستكس جمباز. تخيلوا ده بابا ودي ماما. ومش عايزين النتيجة النهائية تطلع كده. طب وليه ما طلعتيش باليرينا انت كمان؟ كان زمانك عملتي رغبة متوحشة مع نفسك انت. لا انا ما مليش انا في الرقص، يعني لقيت ان انا I have two left feet زي ما بيقولوا. Two left feet؟ ايه بتعملي ايه ده؟ تمشي الاتنين في اتجاه واحد ولا؟ لا الناس اللي ما بتعرفش ترقص بيقولوا عليهم they have two left feet. بس زي حبيبتي واحدة ست ما بتعرفش ترقص. لا يعني ما اعرفش ارقص استعراض، اعرف ارقص كده دلع بيني وبينك قدام صحابي، انما لا رقص رقص زيهم كده اون ستيج لا ما اقدرش. بس انت عندك مشكلة واحدة يا شيكا بصراحة. اللي هي ايه؟ اي راجل لما يقول لمراته على ممثلة حلوة تطلع له صور البيفور اند افتر. نعم انت يا حبيبتي البيفور زي الافتر. قمر من ايام البوتي تريننج. اهو بصي صورك يا اختي، اول مره اشوف طفله احلى من العروسه اللي شايلاها. اصل احنا يا حبيبتي بقى مش زيك خالص يا شيرين، احنا بنحرق صورنا واحنا صغيرين بالصناديق. طب وامتى عرفتي انك قمر؟ اعتقد وانا صغيره قوي، كل حد عاوز يبوسني ويقرصني وحياتك وانت كبيره مش وانت صغيره بس. طب وفي مرحله الخنشره بتاعه البنات وشنب اعدادي ده طلع لك؟ يا دي النيل علينا وعلى سننا السوداء. ما تشوفيش بقى صور رانيا محمود ياسين في اعداديه. انا هنا كنت مخنشره فعلا يا قمر. طب وبدايتك مع الفن كانت اعلانات؟ انا عارفه كانت اعلانات مظبوط. ايه بقى دخلتيه عشان حلوه ولا واسطه بابا؟ لا كنت في العجمي وطارق نور كان عاوز يصور اعلان على البحر، فجي قال لي تيجي تصوري اعلان انا واحده صاحبتي، فصورنا الاعلان على البحر. وابتدت من هنا؟ ابتدت من هنا. يا اختي نعرف الواحده تبدا مشوارها موديل في اعلان بسكوت ليبان بادي هات كارينا. مش تواليتات وادوات صحيه؟ وليه على البحر الادوات الصحيه على البحر اللي مش عارف؟ اول مره اشوف سيفون حجمه اكبر من القعده. ده يعتبر اول سيلفي مع التواليت ده يا شيخ. بس بعد كده انت تعدلتي وعملتي شاي وشمعدان وبونبوني. عملت حاجات كتير قوي. انا فاكره كان احلى اعلانات لانشون بتاعت شيرين رضا. لانشون؟ انا عملت اعلانات لانشون؟ ده كان عليكي ضحكه مرعبه. غراوي ده بتاع غرغره ولا ايه؟ انا مش فاكره الاعلان ده خالص. ده كويس يا حبيبتي انك مش فاكراه. الحمد لله. طب وليه بقى يا شيكا سبتي اعلانات اللانشون والسافو ورحتي امريكا؟ علشان سقطت في ثانويه عامه. ايه ما كانش ليكي في المذاكره؟ يوم الامتحان ما عملتش كويس. كانش ليا. طب ولما رحتي امريكا كانت حلاوتك تعتبر افريج ولا بردك ستيف وبراين كانوا بيريلوا؟ لا كانوا بيريلوا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.